مرحبا يا أصحابي، كيفكن؟ أهلا وسهلا فيكم بجمعيتكم، جمعية شهد قسم الدعم النفسي الاجتماعي. اليوم حصتنا أشغال يدوية صناعة صندوق من ورق الفوم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الأهداف: صناعة صندوق من ورق الفوم. الأدوات المستخدمة: ورق فوم، مقص، لاصق. Thank you.
رفقات الحلوين، شكرا لحسن المتابعة. إذا عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد.